عيد فطر هو الرابع منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية في اليمن، يستقبله أهالي محافظة شبوة الذين أقبلوا على أسواق المدينة بشكل ملحوظ. اللباس التقليدي والذبائح من الماشية هي أبرز السلع التي يقبل عليها أهالي شبوة، على الرغم من ارتفاع أسعارها نتيجة ممارسات الميليشيات التي تسببت في شل حركة المصارف والتجارة في صنعاء وعدد من المحافظات. أسواق مدينة عتق في الحقيقة تشهد ازدحام كبير من كل السكان للتزود بما يستلزمه العيد من ملابس ومستلزمات أخرى، رغم الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب 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 جدا. محلات اللباس التقليدي الذي يتكون من قميص وشماخ وإزار استقبلت عددا كبيرا من المواطنين الباحثين عن ملابس جديدة للعيد. طبعا معانا المعاوز البيضانية والمعاوز اللهجية والمعاوز الحديدية، تتراوح أسعارهن من 5000 إلى 15000. طبعا هذه المعاوز يحتاج لها إلى تطقيم الشميز والشال الشعبي كما هو المعروف، يعني بتكلف البدلة أو الطقم اللبس بيكلف من 15000 إلى 30000. وكما العادة في كل عيد يقبل الأهالي على شراء الذبائح، ذلك أن تقاليد اليمنيين في عيد الفطر تقوم أساسا على لم شمل الأسرة حول مائدة واحدة، فرحة وإن كانت منقوصة بسبب تعطيل ميليشيات الحوثي الإيرانية عددا من مؤسسات الدولة المالية، لكن أهل شبوة أبوا إلا أن يحتفلوا بالعيد وإن في أضيق الحدود.